يتمي يسمى وكم باك كثير صافا ما كشغل صوركم هذا الفيديو كشغل زعما شي نسال الامور ديالي باش نصوركم داكشي مزيان ونكون كلشي نقي ومريقل. ولكن جانا اليوم الضيف العزيز ممكن نوري لكم شو بري العشيري كماش الله يحفظك فريخ ديال الجزار صايغ المسكين قبيلك شكل رجل الحمامات اللعيبه هنايا ويطيح لي حدا الباب صافي وشدي شو وليدي هو قيل جا فخرجت نقلب لي على الحشرات باش نوكلو ما لقيتش لا لقيت لي واحد بونقيس صافي غادي نعطيو ليه دابا ونشوف واش غادي ياكلو ولا لا. دابا خاصنا نزيدو نقلبو على الحشرات ولكن دابا الصيف مكاينينش بزاف كيكونو في الربيع انا عطاو السيكاليم حتى السيكاليم زوين فيه البروتين هاش وداكشي منين نوكلو ونخليوه يرتاح غنقولكم شنو بقى لينا هاد السيمانة شي دوز علينا واحد السيمانة عامرة اكشن دراما رومانسية رومانسية ديال الحمام ماشي ديالنا حنا مانيش رومانسية ديرو لي بحال هكا ونشوف واش غادي ياكل عرفتو واقيلا براطاز مغاديش نعطيو السيكالين ماشي يقدر يقتلو حيت هما كياكلو غير الحشرات وداكشي رطب سو غادي نربطو واقيلا هاد البيت حدا انايا في السطح كاين واحد البيت خاوي هنايا ولكن مسورس وكاين عندو واحد الفجوه تحت الباب يقدر يكون خرج من تما سو غادي نحطو تمايا الا دخلو بقا هي هاديك خرج عاوتاني غادي نشدو ونوكلو السيكالين في الجا دابا راه سهل باش توكلو السيكالين هادا دغيا كيحل فمو كتصيفط ليه الصبي يسمعو والديك شمشا هما يجيو عندو انا مازال تابعني بزاف ديال الشغل غادي نبقى حاط عليه عيني نخرج عاوتاني غادي نشد الطوق ما يقتلو الدجاجات ولا الكلاس جيبو البسبوس معليش خويا وجلس هنايا خلينا نهضرو مع الدراري دابا لا خمشتي انا صاحبي ريح تما باش نبداو دابا غادي نبداو بنهار ثلاث جيت نهار ثلاث في العشيه نعس طلعت ثلاث فقت من هذيك الجوه ديال الثمانيه طلعت للسطح طلقت سيليا ولوكا طلقت الدجاجات خرجت الحمام باش يتشمش ودابا الحمام باش ما نحشومش مزيان نمشي خليتهم دوك ثلاثه ديال الريشات اللي كيكونوا في الاخر هذا ورينا ثلاثه ديال الريشات صافي خرجتهم طلعوا فوق الصور بقاو كيتشمشوا سيليا ولوكا كنتهم يدسوا فيها البلاصه باش ما يديرونجيوش الحمام صافي وجيت لهاد البلاصه كندير فيها الماتريال وداك الشيء باش غادي نحل الخشب ونطرقو غير انا دخلت شويه تنوض سيليا ولوكا مشاو عند الحمام ليش صافي مع ديك الخلعه دخلت سيليا ولوكا سديت عليهم خرجت لبرا كنقلب على الحمام حسب ليها يكونوا طاحوا غير في الارض بديت كنقلب في النواحي ديال الدار ما بانوش ليا دخلت جبت سيليا ولوكا باش يقلبوا معايا زعما وسط الشجر يدخلوا لداخل وداك الشيء صوب بدينا كنقلبوا الشجره بشجره حتى بعدا ارتاحت واحد البلاصه بعيده مع دابا عندنا هنايا الحدوره متوقع اللي غادي يكونوا فوق جناحهم ومشاو بحال هكا بحال الحزن بقينا كنقلبوا كنقلبوا حتى بعدنا تقريبا شي 300 متر ولف كياكل من الليل كنشربو بيها مصيبة واش انت غتكبر دابا تولي بلاصة البسبوس ريح تما انيويز بقينا كنقلبو تما واحد ربع ساعة ما بان ليا والو قلت صافي غادي نرجع بحالي للدار وحنا راجعين بان ليا واحد الكلب كيجري على واحد الجازة ديالي نقزش من السطح بقى كيجري عليه وكدور لي عليه واحد الشجرة حدانا هنا صافي طلقت عليه سيليا ولوكا جاو كيجري وشافهم ويعلق طلعت الدجاجه طلعت سيليا ولوكا صافي رجعت بديت كنطرق للحمام العشاء ديالهم ولا سمع الفلاس كيغوتو كيغوتو كيشوفو في السما حسب لي شافو شي باز ولا شي صقر زيت عينو هو يبان ليا الشيباني والبسبوس وبين البسبوس المهم طاروا لي كلهم بقاو لي غير جوج بقات لي هذيك النتوه مرت بين البسبوس ديك الزرقاء وبقى لي واحد البسبوس من ولاد الشيباني بقاو كيدورو هنايا حدا الدار واحد 10 ديال الدقايق شويه وما يغبروا دوز تقريبا شي ربع ساعه بحال هكا ورجع داك العنبر ما بغاش يتشد ليا صافي كنت خليت تما حتى الليل غادي يهبط صافي بقينا جالسين كنتسناو بحال هكا ورجع داك الذكر القبيح راجل سكاي رجع بقى جالس كيدور كيدور جا العطاش حطيت ليه الماء ويهبط كان مع العنبر فوق البيت هبط وبقيت معاه شويه بشويه حتى دخلتو لهنايا وشديه شديتو جنحتو عطيتو يشرب منين شافو داك العنبر كيشرب هو حتى هو دخلتو لهنايا جنحتو
هذه رابع مره كنخوي فيها التليفون. ماشي علاش ما كنطولكمش الفيديو واش برادرز تقول لي طول لينا الفيديو ديالنا 30 دقيقه امبوسيبل برادرز. صافي بقيت جالس كنطرق الخشب حتى دارت ديك الجويه ديال 3 د العشيه. حنا جالسين بحال هكا ويتوقف لي مع الصور وقفاش بحال هكا مع الصور طلعت جلست واحد 5 ديال التوين ويتنبح يا ما ديك النبحه وقفت طلعت فهمتي سيري ما كنكذباش لوكا شويه فهمتي لوكا ما عندهاش العقل نبحات بحال هكا طلع شويه بان لي داك الكلب اللي كان كيجري على ديك الدجاجه الصباح بان لي هو واحد الكلب اخر كانوا مخبيين مور الشجره شويه غير سمعوا النباح ديال سيليا تفرقوا واحد مشى هكا واحد مشى هكا هذاك اللي مشى على اليسر غير خرج من الشجره ويبان ليها شي حاجه في فمو حققش فيه مزيان ويبان ليها زف اللوصه في فمو هذيك فلوسه كحله لهنا حتى نوري لكم صافي طلق سيليا ولوكا كما العاده هادشي باش زوين هبطتهم مع التروش شبعوه صافي شافهم طلق ديك الفلوسه علق وقع لينا نفس البلان اللي وقع لينا العام فات بالنسبه للدري اللي جداد معانا العام فات كنت ساكن هنايا كنت واحد المره طلقت الدجاجات ومولف كنسرحهم ذاك النهار قلت راه مشينا وسيليا للعوينه بالخف ورجعوا ضيا خلهم برا ما يوقع لهم والو حنا راجعين بات لينا الكلبه ديال الجيران كتجري على الدجاجات طلقت عليها سيليا جرات عليها على ما وصلت عند الدجاجات والفلاس بديت كنحسب فيهم شكون اللي ناقص لقيت ناقصه وحده كروازيه وحده بلديه ديك الكروازيه لقيناها ميته في واحد الشجره دفنتها في هذا الفيديو وديك البلديه بدينا كنقلبوا عليها ما لقيناهاش صافي دخلت الدجاجات سديت عليهم بقيت كنقلب ما بغيتش نفقد الامان بديت كنقلب ويدوز ديك الكلبه ديزا وزا فم هذيك الفلوسه تبعتها سيليا تلقات الفلوسه في نص الطريق ولكن هذيك ديال الانفيت كلاش بطاقه مسكينه تقريبا شي يومين وهي ناعسه ما بغاش تنوض كاع ما كتاكل ما والو اما هادي ديال هاد العام ما كلاشاش مزيان غيطير منا شويه ديال الريش وشويه ديال الجلده من هنا صافي دخلنا بقات جالسه واحد ربع ساعه ديال الصدمه ما فهمتش والو المهم ضربات الساعه هذيك الجويه ديال 7:30 بحال هكاك بدا كيطيح الظلام صافي باش ما غاديش يرجعوا دخلت الحمام دخلت الدجاج ديت على سيليا ولوكا طلعت لي في الصباح فقش بكري طلع شويه بان لي ديك النجوه مرتشي باين هبطات دخلت لهنا ما كيحملوش هاد البلاصه دابا اي واحد دخل لهنا كيتسلح بعد ديك الجويه ديال العصا دات فوق الشيباني الشيباني وسكاي وانا جالس بلي واحد الكرطوبي ديال الفوياجور عرف ديال ما جا بقى كيطير معاهم شويه واحد 5 ديال الدقائق ويجرهم دوم ديال الجبال صافي ملي مشاو لديك البلاصه عرفت ما غاديش يرجعوا بقيت جالس كنطرق الخشب وانا مغبون وحازين شويه ويدوز ديك النتيوه اللي شريت الاخرى ديك النتيوه النحاسيه بقاش كطير شويه واحد 5 ديال الدقائق ويهبط فوق الليسي غير هي بطا شويه جا عندو داك التكر ديال الفواياجر عرفتي داك الطوبي صافي طاح الظلام وكما العاده دخلت الحيوانات ديالي لا غتلافقت عاوتاني رجعت للروتين ديالي تطرق ديال الخشب وداك الشيء مع ديك الجويه ديال الدور صونا خليها لامي قال لها قولي واش نيجير وقال لها شي حمامات ديال وصلوا عندي هنايا صافي بدلت حوايجي بالخف مشيت عنده لقيت واش البسبوس وداك البسبوس الصغير نمشي البسبوس ولد الشيباني والبسبوس الكبير وصافي دابا ولاو عندي 9 ديال الحمام ناقصني الشيباني وسكاي وديك النتيوه النحاسيه اللي شريت اللي كانت مريضه انيويز نوريكم دابا الحمامات قديت لهم التخربيقه تسلى لي الخشب وليت كنعاني برادرز كنشد الخشبه وكنقسمها بالطول باش تكفيني وفهمتي كتاخد لي الوقت بحال هكا هذا غادي نسميوه سيلفر اللي كان مكوبلي مع سكاي دابا بغيت نكوبلي مع هادي راه قديت لهم ديك اللعيبه كنسد عليهم شويه باش يتوالفوا وهذا ولد الشيباني هو وهذا وقيلا نسيوات بجوج كنشوف هاد الذكر ديال العنبر كيكادر عليهم لبسي بيس راه هو لا باين البسبوس والنتيوه ديالو قديت لهم العش لا حيت قربوا يبيضوا هادي سيمانه تقريبا باش بيضات كنشريتها بحال دابا اليوم في الليل قلت لي بيضات ليه في الحال وبيضات في الطريق ملي كنا جايين طاحت ديك البيضه عند الفلاس كلاوها قديت لهم هادشي بالزربه درت لهم الطاجين فيه التراب وشويه ديال الوراق ديال العرعار وداكشي ما لقيتش التبن واخا كاين هنايا عند السيد مول الدار ولكن فهمتي الأمانة عاوتاني بزاف ديال الدراري قالوا لي هذيك النتيوة زوونة أنا ديت غير على اللون ديال العين شتي كيدير اللون ديالها بيض قلت واقيلا تكون مخلطة ولا شي حاجة يلاه سير كيصداني كيمشي عند الحمام ممكن نقبوه باش نحطوه مع البسبوس ماشي سير عند خالك عزيز عليه خصنا نجيبو ليه شي نتيوا عاوتاني دابا هادشي بقى كيما هو تنمشي للحاج ونزيد الخشب وكنفر بلاك ونقسم عاوتاني ندير صناديق هاد وصناديق هنا وصناديق هنا وصناديق هنا وحدة تكون تحت وحدة هنا وحدة هنا يكونو 12 باش نزيدو الحمام عاوتاني ونقطع طانو وخيني سيديا كياكلو الراس
توالفوا دابا الفلاس الحمام كينعسوا مع بعضياتهم. شو كتبغي تقطع الكركاشة؟ سي لي كتنصاف راسها. شو صار حتى عامل مع هذا الموظف الدرا فاش وما كيحكرش عليك ملي جيتي وقلت لا ما تدخلش الكلاب ما تدخلش الدجاج مش عقلو على الدجاج ملي كانوا كينقبوا لي الحمام هاهي هادي العام فيت اللي كانت غتموت لينا اللي شدات هذيك الكلبه في فمها غنخليهم يمشيو نلفو شويه ونحيد لهم هاد السيوفه باش يكبروا جناحهم بلا نطلقو مع جناح يطيرو عاد سي لي ولفات الحمامات عندك الطيارة اللي خاص تشوفها يا ما كيدوش معاهم ملي كنلقاوهم الكلبات ناسين هنا ما كيدخلوش عندهم هادشي كيخلوهم على راحتهم منين طلعت سيلي داك النهار وبان لينا داك الكلب اللي مور داك الشجره شاف تقطع وش هناك كل سيلي ما كتكذبش اصاحبي كانوا كلاب هنايا هو خرج بحال هكا راه هو شو ما تقاديني على تليفون اصاحبي داك الكحل تليفون عيان الكاليتي ناقصه بزاف ودابا داك الكحل كياكل الدجاج دابا هاد الحيوانات فيهم واحد القاعده فشكال كيدي الدجاجه بحال كحي ولا اي حيوان كيشدو حي كيدي حتى شي بلاصه فين كيرتاح كيحس براسو امن وكيطلقو كيبدا يلعب به يمشي كيطلقو كيجري عاوتاني ويشدو ويعطبو عاوتاني ويطلقو يمشي كيتلف به الوقت ولا ملي كيكونوا والدين كيديهم لولادهم باش يتعلموا الصياده وداكشي المهم قديت هاد الكاج للدجاجات دوزها عليا خدا لي يومين ديال الخدمه وعاوني با في الكرياج ركبناه كما كتشوفوا الخشب ما كانش كافيني كنشد الخشبه وكنقطعها في النص والخشبه كتجي صعيبه باش تقطعها في الطول بحال هكا ماشي بحال في الارض الطول كتجي مع دوك الخطوط ماشي كتجي صعيبه قديت ثلاثه نمشي في ثلاثه ديال الديبارتمنت هذا ديال الفلاس هذا ديال الدجاجات الاخرين هذا ديال المفترسات راه مقسوم من الداخل ما غاديش يبان لكم كرياج من هنا المفترسات كياكلوا الريس ومن الاحسن انهم يتعزلوا بوحدهم لوكا كطير لقات الحريه هنايا انيويز قبل ما نقطع برادرز بغيت نقول شكرا بزاف للدراري اللي كيامنوا بالقدرات ديالي شحال من واحد قال لي دابا غادي نشوفوا واش ندير بصح كنتو غادي تشوفوا واش ندير بصح برادرزكم قالوا بجيكتيف دابا ما كاينش لوبجيكتيف غادي تصبروا علينا مشات تقبلوا على هاد الكاليتي وتقبلوا على هاد الفيديوهات القصار انتما شوف بيبي حتى شو ولا كيشبك مع الدجاجات نيس وكيغلب الفلاس فلاس البلدي والحمام ماشي هما كيتسراو هنا غير كيشوفوا الباز ولا شي حاجه كيعلقوا شكون فيكم اللي يقول باي اقول عندنا حديقه الحيوانات الدجاج الحمام المالينوا وهذا اللي كان غادي ياكل الكلب داك النهار الباسه صافي الوحيده اللي درويشه عندي في الدجاجات هي هذيك الشيء الاخر عشي العافيه ندخلوا الحمامات لو تيت الباس باش يضربهم روينا مازال جابين ان شاء الله نبر فيه واحد الديكور زوين في الديل ديالو ملي كيطير كيحل الديل ديالو كتبان لي دويره في شتي هذيك الكحله كتبان دويره ريشه وحده كحله وسط ريش بيض جري سيلفر جري تبع مرسك شي بداش كتولف وياس كيمشيو مع بعضياتهم حنا بار جري 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 دخل قوم بغاو شي كبروا نمشي حاجه هادي تعقاشهم ملي كانوا صغار كنت كتاكل لهم الماكله ديالهم وكتخلعهم وداك الشيء ما كلاوش مزيان بحال دوك الاولى اللي فقصوا عندي كنت كنتهلا فيهم كتخليهم هما ياكلوا وما كنتش كتنقص بزاف فهمتي مولفين اللي دابا كنكون خدام شي حاجه كيجيو كينعسوا لي حدا رجلي وكذا ما دو ما تشدهمش بيبي الغابي